بعد عم تخلي القهوه يلا بابا بدلو سعد انا زاري انا انا بانا كل زاري شو له بابا هاي الساقي هاي الساقي اني ام صاحب اربعه اطفال هذا اصغرهم ميلاد وهذا بهنان عندي اثنين الاخ بالمدرسه رايحين قالوا يعني هسه يطبون داعش ما اعرف شلون نطلع ما اعرف شو الجهاله وطلعنا احنا من اجينا بالطريق لا اكل بس نريد نخلص نفسنا يعني طولنا خمس ساعات بالطريق يعني كان هوايه ازدحام ما نعرف العالم منين يعني دا تجي بس لازمين جهالنا لا يضيع واحد منهم لا يصير شيء بالطريق الدنيا كانت حار ماي ماكو هذول الاطفال يبكون يريدون اكل يريدون ماي ما ادري وين نوديهم الخلف الله عليهم هم دا يساعدونا هوايه يعني منظمه الرؤيه لو ما كانت يعني هي ما نعرف شلون نعيش يعني المواد القسيمه ما تكفي يعني هم احنا ست نفرات اشتري لهم انا يعني شيء ضروري يعني مثلا مو اشتري مثلا شيء ما بحاجه عليه يعني هو الاكل اهم شيء يعني المواد الغذائيه دا اشتريهم اقول مثلا اذا انقطعت علينا هاي مثلا المنظمه ما قامت تنطينا يعني يقول مثل ما يقول الحمد لله عندنا مثلا وارد مثلا نشتغل بس يعني نشوف معاناة يعني مثلا سياره ما عندنا مثلا فلان شيء بس شنو يعني دا ندبرها فاتحين بسطيه يعني ودنا نسترزق من عندها والحمد لله يعني ايه شويه يعني ساعدنا على مود هذول الاطفال يعني احنا يعني احنا شفناها مثلا احنا بس هم ان شاء الله ما يشوفوها ان شاء الله تمر عليهم هاي الايام الصعبه ويكبرون ان شاء الله بسلام وامان